نعلن إيماننا بكلمة الله. كيف حامل الكلمة؟ كتاب، آيباد، تليفون، براسك، ما بعرف. نعلنها. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وسوف أغير كل من حولي يا رب، لكي أكون إنجيل مقروء، إنجيل لحمي. الناس يروني فيك ويروا كلامك بحياتي ويروا وعودك تتم في حياتي يا رب، ويرى حبك من خلال كل واحد منا يا رب. ساعدنا حتى تكون هذه الكلمة الليلة معلنة بالروح القدس لعبدك ولأخوتي جميعا يا رب. اجعلها يا رب حية وفعالة كما هو مكتوب عنها، وأمضى من كل سيف ذي حدين. يا ليت يا ربي تفتح كل ذهن أمامك، كل فكر، كل قلب بعده مغلق ما عم يفهم ما عم يستوعب، أو أي قلب قاسي يا رب. بصلي الليلة تكون الليلة ليلة خلاص يلي بعد ما خلص، وليلة الاختراء اللي بعده مقيد يا رب، وليلة التحرير يلي بعده مقيد بعادات سيئة. بصلي في هيدي الليلة تعلن ذاتك أنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، تخلص إلى التمام، إله ولا كل الآلهة. نعطي كل المجد في هذه الليلة لأنك وحدك مستحق أن تأخذ كل مجد وكل كرامة والقدرة والغنى والبركة والحكمة والقوة، لأنك ذبحت واشتريتني لله بدمك من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، وجعلتنا ملوكا وكهنة لله أبيك. هاللويا هاللويا لأجل هالامتياز يا رب، كله بالنعمة، لا باستحقاق فينا ولا بأعمال في بر عملناها، لكن بمقتضى الرحمة والقصد والنعمة. لهذا نعطيك الليلة كل المجد وحدك، تخفي عبدك وتظهر وحدك يا رب. باسم المسيح نعطيك كل المجد. كل شعب الله يقول آمين. ثم آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. نفتح أشعياء 7. سفر النبي أشعياء بالعهد القديم إصحاح 7 من العدد الأول. أشعياء 7:1. وحدث في أيام أحاز بن يوثام بن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك أرام صعد مع فقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت أرام في أفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لأشعياء: خرج لملاقاة أحاز أنت وشأر يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين يحمو غضب رصين وأرام وابن رمليا، لأن أرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم وابن رمليا قائلة: نصعد على يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبائيل، هكذا يقول السيد الرب: لا تقوم لا تكون، لأن رأس أرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس أفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا. إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب.
فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. آمين ثم آمين. على قلبي أعطي عنوان لهالكلمة الليلة، هي أطلب لنفسك آية. أطلب لنفسك آية. تعرفوا نحن عايشين بعصر صرنا كتير منشوف إنه بدنا معجزة منين وكان ما بعرف، ظروف، ديون، مخاوف، أخبار، أحداث عم بتصير، منحس حالنا عايشين بوقت كتير كتير مخيف. كل شيء بدك تحصل عليه بتحسه فوق طاقاتك، فوق مدخولك، كل شيء بالدين. العصر عم يجبرك تعيش بالدين، مع انه الرب بيقول ما تكون مديون لحدا بشيء، ما تكون مديون، يعني ما تمشي مثل ما العالم ماشيين. لكن بتحس العصر كتير ضاغط بهالايام، شو بدك؟ بيت بدك تتدين، سيارة بدك تتدين، أحياناً تليفون بدك تتدين، أحياناً إذا بدك تشرج التليفون بدك تتدين. كم واحد بيشرج تليفونه بالدين بلا فضايح؟ آمين. في ناس ما رفعوا إيدهم بعرف. وصلنا لمرحلة بتحس إنه إفش هالعصر اللي عايشين فيه، بدنا معجزة، بدنا لوتو، بدنا ورقة يا نصيب، صح؟ أحياناً كتير منتجه للاتجاه، بدنا لوتو، غير ورقة لوتو ما بتحل المشكلة، أو ورقة يا نصيب، أو لقي لي شي كنز مخفي، أو دبر لي شي عروس لقطة عند ورتي ناطرتها بنبيا، أو العكس، يعني تطلعات وأشواق وأمال. لكن أغلبية الأوقات منلاقي حالنا شو؟ تراوح مكانك، تراوح مكانك. وهذا بيولد فينا أحياناً يأس، أحياناً توصل للكآبة، أحياناً توصل للفشل، إنه وبعدين وبعدين. تعرفوا يا أحبة، للأسف بقولها للأسف، نحن وصلنا لعصر عايشين فيه أغلبية الناس مش كلون بالطريقة اللي الرب ما بده إياها. لما جيت للمسيح كيف جيت لعنده؟ بالإيمان. لما سلمت حياتك بالإيمان، لما حطيت خطاياك عليه وقررت تتوب وتترك كل ماضيك وتبرم ظهرك للماضي ونحو صليب يسوع، كيف أخذت الخطوة؟ بالإيمان. أبطال الإيمان بالعهد القديم المذكورين بعبرانيين 11 كيف انتصروا وربحوا أرض الله؟ بالإيمان. بطرس كيف مشي على الماء؟ بالإيمان. والماء لشو بترمز؟ خاصة لما البحر كان هايج والأمواج رح تغرق السفينة. مش عم نحكي أمواج مثل عندنا هون بلبنان، يعني عم نحكي أمواج أمطار تضرب السفينة، يعني كأنه طلع شي وحش من هالبحر وبدو يبلع السفينة، مثل ما بيقولوا بلبنان الحكي مش مثل الشوفة. نحن للأسف، وأحيانا أنا بلاقي حالي وقعت فيها، منسلك بالعيان مش بالإيمان، وكأنه الله من بعد ما غيرني وعطاني قلب جديد وصرت إنسان تاني قعد على جنب عم بيتفرج علي، يلا شوف شو بدي يطلع من أمرك، تركني. هيك عم نعمل نحن،
وهيك عم نتصرف كأنه الله هيك عامل عم بيتفرج علينا. لكن هل هيدي الحقيقة؟ لما بقول في كل ضيقهم تضايق، يعني الله بيتضايق، بيتضايق من الشواذ، بيتضايق لما أنا بتألم، بيتضايق لما أنا ببكي، بيتضايق لما أنا بخاف، منه بلا إحساس. لكن نحن للأسف منتصرف وكأنه صنم. طب لما جددك كان حي، بعدين ليش حطيته على جنب وذهبت في طريقك عاصيا؟ قلت لي أنا شو عم بعصي؟ في أمور إذا بتقعد قدام الرب بتجرد بتلاقي حالك أنت عاصي ومتمرد. مش ضروري تعمل ثورة وتجيب معك شعب. اتجاه قلبك إنك تاخد قراراتك بدون ما تسأله، أنت رجعت صنعت لنفسك إله من جديد يلي هو ذاتك وذكيك. أنا ما عم قلك تعيش بلا مخ بلا فكر. الله عطانا على العقل تنشغله، لكن نشغله بالطريقة الصحيحة. لأنه كتير بحب ذكر على النقطة كتير، معني سامحوني، دماغنا أكتر من 4-5% ما بيشتغل. يعني ناقصك 95% خلايا ميتة بدماغك. قد ما تزكيت شو رح يطلع من أمرك؟ والكلمة بتقولها، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك على ذكائك على خبرتك على معلوماتك على خبراتك العتيقة على لا تعتمد. ما عم بيقول لك كون بلا مخ، عم بيقول لك حط ثقتك فيه. في كل طرقك، كل طرقك لازم تعرفه، مش بطرق معينة. ونحن للأسف منوقع فيها، في طرق منحب نفوتوا فيها، بس في طرق لا 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 أنا بعرف دبرها، تركوها علي، أنا أدى وأدود. تفشل وعم تبعت رسالة للي حواليك إنه هيدي هي الحياة المسيحية. شو عم بصير بالناس حوالينا؟ أنت تراجع، أنت ما عم تحكي، أنت عم تتصرف، بس تصرفك عم بيبعت رسائل، قراراتك عم تبعت رسائل، خطواتك عم تبعت رسائل، كلماتك عن وعن وعن عم تبعت رسائل. طب العالم اللي حواليك تعبان تلفين منهار، شو عم يفهم من رسائلك؟ انه يسوع محدود، انه عينه بصيرة وايده قصيرة، تقشع عينه بس مش قادر يعمل شيء. معنه شو بتقول كلمة رب؟ هل قصرت ذراع الرب عن أن تخلص؟ قال غارس الأذن ألا يسمع؟ صانع العين ألا يرى؟ القصة اللي قرينا هون عنا بأشعيا قصة مليانة عبر، والوقت اللي عنا إياه للكلمة ما بيسمح نحكي بكل التفاصيل تبعها، لكن فينا ناخد عبر لحياتنا منها. وهي نعرف مملكة إسرائيل قديما انقسمت من بعد موت سليمان لقسمين، 10 أسباط عاصمتهم السامرة، والسبطين عاصمتهم أورشليم مطرح ما فيه الهيكل والعبادة. وكانت من كبرياء ابن سليمان صار الموضوع، وكانت نبوة لأنه اللي انزرع بالقديم انحصد بهالوقت. فبهالوقت كان أحاز هو الملك، هو الملك. السامرة كان وضع عاصمة إسرائيل العشر أسباط يلي هن الأكترية، كان وضعهم الروحي كتير مرت، عفوا بكلمة مرت بس شو بدي أقول؟ كتير سيء. فتآمروا مع ملك رصين لحتى يهجموا على أورشليم على إخوتهم.
تيسيطروا على الهيكل ويربحوا كل ثروات أورشليم وهن يحكموا. إخوة عم بيقوموا على إخوتهم، وللأسف أحياناً بكنيسة المسيح وأحياناً بالكنيسة المحلية هيك أمور بتحدث. بمجرد ما أنك تحكي على خيك، نمنمت عليه، مديت إصبعك عليه ولو من بيتك، مش من قدامه، من بيتك أو من مطرح ما أنت، أنت عم تعلن حرب عليه، أنت عم تاخد موقف. بمجرد ما أنك أخذت قرار ما تتعاطى معه، وشو بدي فيه وبليه، لأنه هيك وهيك وهيك وهيك. ليش مننسى لما يسوع بيقلنا لا تدينوا كي لا تدانوا؟ برجع بذكر لما أنا بدين خيي وجه أصبع عليه، في ثلاث أصابيع علي. يعني أنا لو ما في مشكلة بحياتي ما بدين خيي، لأنه المحبة لا تظن السوء، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد. هالمحبة، إذا أنا مليان من هالمحبة أنا برفع خيي بالصلاة ساعتها، ما بدينه. الكتاب بيقول قال ناظرا إلى نفسك لكي لا تجرب أنت، ما أنت معرض إنك توقع، معرض إنك تسقط، معرض رجلك تزل. صح؟ لما أنا بحب إخوتي لو عندهم ضعف أنا برفعهم قدام عرش النعمة، وبالمحبة مش بصير خبي عيوبهم حتى ما تكبر، بصير بصليلهم وبستر، وبالمحبة بعالج هالأمور. إذا عندي صلاحية عالج الموضوع، إذا عندي صلاحية، لأن أحياناً منخبص برات الصحن بدل ما نصلح، لأنه الهدف ربي قلنا قال اذهب وصالح خيك تتربحه، مش تتربح حقك، مش تتربح المعركة، تتربحه. فقديش مهم أنا انتبه إنه لساني يلي بقول بيعوب يضرم من جهنم. خطرت عبالك شي مرة إنه لسانك أحياناً يضرم بيولع الدنيا من جهنم بمجرد ما تحكي على شخص، خاصة من إخوتك؟ قال هيدا عالم الإثم، أصغر عدو بسمي الكتاب عالم الشر. وكرة الأرضية إذا ولعاني والناس على بعضها والدول على بعضها من وراء هالعدو الصغير. قديش مهم ضبه. لاحظوا الله ما خلق لسان لبرا، خلقه جوا تضل ضابه. ليه؟ تضل تضب لسانك. عفوا بهالكلمة، لاحظوا الكلب بضل لسانه برا، ليه؟ ما بيحكي. بس انت تصور هالمنظر لو لسانك برا، كأنك وطيت هالمستوى لما بتطلع لسانك على اخوتك وبتبربر، وشفته شو عميل، وشفته شو قال، وشفته وين راح، وشفته مع مين، وشفته كيف. اطلع بحالك. يلي بيعيش بهالمستوى يا حبة عم بيضر نفسه وعم بيضيع حياته، عم بتصير عار على كنيسة المسيح. صدقوني بصلي أول واحد رب يرحمني أنا، كلنا معرضين. الكتاب بيقول من يظن أنه قائم، يعني مخدوع إذا مفكر حالك أبضاي وقت ما بتغلط. شو أنا يسوع المسيح؟ من هيك الكتاب بيقول لا تشمتي بي يا عدوتي. العدو اللي بيلازم يشمت، أنت ما لازم تشمت بخيك وتحكي عليه إذا صار معه شيء، لازم يكاهن، يكاهن تكهن إله، ترفعه قدام عرش النعمة. خيي ما هيدا عدو بجسد المسيح مثلك، إذا هو صار له شيء
انت بتنضر. من فترة أنا صار عندي مشكلة بكفي من وراء السويقة، عندي بلوطة بحطها بالديركسيون لأنه فاني الحمد لله عتيق أيام بندق بفتيل، فكل ما كنت بدي كوع من هون صار في ضغط على العصب، صار عندي وجع بإصبعي يضرب على الأصابع كلها، يضرب على كفي كله مش بس على الأصبع، لاضطريت عملت عملية. ومن بعد العملية كمان كانت ايدي كلها عم تجعني. طب ليه؟ لان الاعضاء متصله ببعضها، ما حدا فاتح اعصابه. اذا متفكر حالك فاتح اعصابك انت مخدوع. فملك السامره قام قرر يحط ايده بايد الشيطان، اذا صح التعبير، بايد ملك دمشق رصين، تيسيطر على اورشليم، تيشن حرب على اخوته. يعني عراف لما انت عم تحكي على خيك وعم بتشني عليه اي هجوم بتحكي عليه، انت مع مين حطيت ايدك؟ مع اللي بيولعها من جهنم، مع اللي اخرته بجهنم، مع اللي مملكته الحلوه كتير بجهنم. شو هالمملكه الحلوه؟ قال هناك البكاء وصرير الأسنان، حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ. لما بتحط إيدك بإيد الشيطان تبي شو راح لك؟ مرة على مرة، خطوة ورا خطوة، بدون ما تحس عم بتجر حالك تترجع للعتيق. ما بتحس على حالك، ما بتحس، تلاقي حالك صرت بعيد وطرقك تغيرت، أساليبك تغيرت، إيمانك وينه؟ يسوع ليش قال بآخر الأيام لما بده يجي ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ عن أي إيمان عم يحكي؟ الإيمان المسلم مرة للقديسين، الإيمان يلي فيه أخذنا الخلاص وصرنا خلائق جديدة، هيدا الإيمان العملي يلي يسوع ببين من خلاله، مش الإيمان التاريخي أو الوراثي أو العقائدي، لا، الإيمان العملي الحقيقي يلي فيه أنت صرت خليقة جديدة ويسوع صار حي بحياتك وأنت حي فيه، وبهالطريق الإيمان مكمل على السماء. رح تلاقي حالك انجريت ورجعت للعتيق، ويمكن ترجع للعبادات العتيقة والطرق العتيقة. لاحظوا، من شعب الله حطوا ايدهم بايد شعب وثني وملك وثني. وبتعرفوا بكورنثوس مطرح بقولها بولس، قال كانوا هديك الايام الشعوب بسمين بكل هيك وضوح، قال كانوا عبدة شياطين. الشعوب اللي كانت تعبد التماثيل وآلهة متعددة، هيدا عمل مين كان؟ عمل الشيطان، عم يعبدوا الشيطان بدون ما يعرفوا. بس في أسامي، في أسامي، كل بلد له اسم، كل شعب له اسم لآلهته، بس في منهم كترون شوي بحبحون. قال إذا هيدا نايم هيداك بكون واعي، إذا هيدا عم يأكل هيداك شبعان بيرد علينا، إذا هيدا مريض هيك كانوا يفكروا. وآلهة للحب، وآلهة للخصب، وآلهة للشتي، وآلهة للبحر، وآلهة للهواء، وآلهة للشمس. يلا ولحي. حتى بتتذكروا بولس لما فات بين التماثيل بأرطميس، احتاروا بعد في، يعني مش عارفين إذا في شيء إلههم يزعل منه ما بيعرفوا عنه، شو كتبوا؟ لإله مجهول، تمثال لإله مجهول. ما نشوف مين اللي بيطلع، أحسن ما يزعل منا يا عمي، نقول ما عملنا له حساب. شو هالآلهة يلي العبيد تبعوه بدهم يعيشوا بخوف، انه اوعى ننسيها، اوعى هيدا ما نعمل له قيمة، اوعى هيدا ما نعمل له اسم، ما نعمل له رمز. وبتعرف هيدي كلها كسر لوصايا الله، لا تصنع لك تمثالا منحوتا. بعد الهلا الوصية ماشية، اياك تفكر انه من 2000 سنة من أيام المسيح وقبلها من أيام موسى، يعني حوالي 3750 سنة، إنه الله غير رأيه.
هلا عم بيحاولوا قال يعملوا كتاب مقدس جديد بيناسب العصر، بيناسب الجيل المتطور، هذا الجيل المتعلم الفهمان يلي صار راسه تكنولوجيا بس. سمعتوا فيها؟ الله ينجينا من الأعظم. قال هيدا صار دقة قديمة، نسي أنه الله دقة قديمة. تعرفوا الله دقة قديمة؟ شو بقول عنه الكتاب؟ قديم الأيام، قديم الأيام، مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. بدهم يعملوا الله جديد على ذوقهم. وللأسف مين يلي مفروض يكون هني حماية الإنجيل؟ ما نتزاكى على الله، هلك شعبي لعدم المعرفة. فما تحط إيدك بإيد الشيطان وتحكي على خيك، لأنه إبليس هو المكتوب عنه المشتكي على الإخوة وزارع خصومات بين إخوة. فلما عم تاخد هالقرارات وبتشتكي على أخوتك وبتزرع خصومات، أنت حاطت إيدك بإيد عدوك. شو رأيك؟ انتبهنا؟ انتبهنا؟ رح أرجع عيدة. لما بتحكي على خيك وبتنم عليه وبتدل بالأصبع عليه وعشو شايف لي حاله، تعرف بمجرد ما أنك قلت هالكلمة يعني أنت شايف حالك، لأنه من أقامك على أخيك قاضيا؟ مين حطك عليه قاضي؟ الكتاب بيقول ناظرا إلى نفسك، طلع بحالك، راقب نفسك. شو بيقول بولس تيموثاوس؟ لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. ما تعملها يعني قطشة مرة عملتها وبعدين خلص يلا، داوم. قال لأنك إن فعلت هذا يا تيموثاوس تخلص نفسك وآخرين واللي عم يسمعوك. لاحظ نفسك، بدك تلاحظ نفسك وحياتك يا حبيبي. رب بدك تراقب حياتك، ما تراقب اخوتك، ما تراقب اخواتك. ما انت فيك 100 عله، عشو عم تطلع خيك في عله واثنين؟ ما انت شايف بخيك يمكن عله واثنين. تعتقد لك اطلع بحالك كم عله فيك؟ لا يعد ولا يحصوا، صح؟ طب اذا الهك القدوس البار العادل، عطيه فرصه تيتغير، عطيه فرصة تيتعلم، عطيه فرصة تيتعظ ويوعى، عطيه فرصة تيتوب ويرجع. والكتاب تعرفوا شو بيقول بسفر الرؤيا؟ قال قد كانت شريرة إيزابيل، بيقول الرب بيقول قال أعطيتها زمانا لكي تتوب. إذا إلهك عطيه فرصة تيتوب، ليش عم بدينه؟ بدك تقلي جرحني وحكي علي. طب ما نزلت لمستواه، إذا هو حكي عليك وبر عليك، أنت رجعت حطيت إيدك بإيد الشيطان، تعا تنملم عليه ونتشك عليه ونفسد. بعرفوها هيدي الكلمة اللي إحنا وصغار كتير كانت تقهر، فسيد. يبقى في تلميذ بالصف يقولوا عنه فسيد، شو ما صار بروح بفسد للأستاذ أو للمدير، تبقى المدرسة كلها بتكرهه، هيدا فسيد. بس هو شو شايف حاله؟ أنا عم بحكي الحقيقة، أنا عم بفتح الغلط، عم بيفتح الغلط وما حدا طايقه، منصب حاله قاضي على المدرسة، شو ما صار بيروح بفسد. ما انت عم تعمل هيك، انت كاهن مش فسيد. لما جيت ليسوع وتبت وعطيته قلبك، جعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. انت امام الله الآب كاهن، يعني انت عم بتقرب الضعاف والابعاد والتعبانين واللي عندهم خطايا ضعفات للرب، تقول يا رب تعامل معهم، تطلع فيهم. ما انت كنت هيك، ما انا كنت هيك. فكركم انا فجأة هيك تجددت وصرت فجأة خادم على المنبر؟ يا ما جرست يسوع
يمكن هلا احيانا رجع رسه، ويا ما بهدلت اسمه، ويا ما غلطت، ويا ما احيانا انا عم بشر جرس اسم المسيح. تعلمت من اغلاطي، تعلمت من طول انات الاخوه علي، من الكبار بالايمان اللي حضنوني واللي رعيوني واللي طولوا بالهم علي وما قعدوا يقوصوا فيي. لما خيك بيشوف الكل عم بيقوصوه، فكرك رح تضل تشوفه بالكنيسه؟ يا مسكين، حطيت ايدك بايد الشيطان تخسرت خيك. من هيك لسانك ضبه، ما تعمل مثل ما عمل ملك أرام، ملك السامر عفوا، حط ايده بايد ملك أرام ليه؟ تيحارب خيه. لكن هل الله كان راضي على الموضوع داخلكم؟ بتلاحظوا شو صار؟ نرجع نقرا شوي. قال: واخبر بيت داود وقيل له قد حلت ارام في افرايم. ارام صارت بافرايم وايمين ايبتهم علينا وجايين علينا. قال: فرجف قلبه وقلوب شعبه. تصوروا اذا الملك ميت رعبه، باللبناني بنقولها ميت رعبه، الشعب شو بده يعمل؟ لحقوه دغري. اذا الملك انهار، بتتذكروا في خبريه بلبنان صارت من فتره، حدا كب كلمه انتشرت بالشعب كله، كب كلمه، ما رح اقول على المنبر، بس اعلن شيء عن بلدنا ما حلو ينقال. نحن بنشوف انه عدم ايمان، رغم انه وضع البلد بحاجه لصلاه وبحاجه لايمان وبحاجه لايد الرب، لكن هالكلمه السلبيه هزت البلد كلها. في ناس ما كانت مفكرة بالسفر سافرت، عملوا باسبورات ما كانوا عاملين وسافروا، كان عندهم بذرة إيمان أصغر من حبة الخردل راحوا، ذهبوا مع الريح. قديش مهم الكلمات. الرجف قلب الملك وقلب الشعب وراه، ولكن كيف بيشبهوا؟ قال: كرجفان شجر الوعر قدام الريح. تعرفوا الريح لما بتجي منشوف الأعاصير كيف الشجر بتصير؟ بتصير رح تنام، هيدي الطارية بتنام، بس القاسية تنكسر أو بتنقلع من أساساتها. وصدقوني ما تتمنوا تسمعوا صوت الشجر بالليل عم بيتكسر لما الريح بيجي عليهم. طلعوا لعندي على الضيعة وشوفوا. في سنة أنا حبيت كله شجر، يعني تقريبا وحداني، صار رياح تسمعوا صوت الشجر عم بيتكسر بطريقة ما فيك تكون بسلام. التكسير صوته مش طبيعي، مخيف، صدقوني مخيف. صوت الريح اللي عم بيصوفر وصوت الشجر اللي عم بيتكسر على بعضه. مهما كنت شايف حالك جبار، إذا منك محمي بستر العلي كبريائك بده ينكسر ويكسرك. مهما مفكر حالك أبضاي واقف على إجريك، إبليس بيعرف نقطة ضعفك، مراقبك 24/24، 7/7، بيعرف وين نقطة ضعفك، وين تستفز، وبيفوت، بيفوت مثل الخيط بغشي الإبرة، بيفوت عليك وما بتعرف كيف، وبيبلش ينخر فيك مثل السوسة بالدرس، ما بتحس فيها بالأول، بعدين بتبلش تحس شوي 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 لحتى آخ يا ماما. انت بتفكر دغري بيضربك، بيفوت فيك مثل النعاس. بتعرف يعني مثل الناس؟ ما بتحس على حالك إلا راحت عليك. وين صرت؟ وين كنت؟ قدي حلو تعيش بقلب مليان سلام وفرح وحب وأمان، قلب مملوء من روح الرب. قدي حلو فرق ما تعيش بقلب خايف
مرعوب، مشوش، الآن مكتئب، حزين، دخيل كندلون عشيرة يحني تعبان، بعلم أعطي قلبك ليسوع، غيرت رأيك؟ بس هو ما غير رأيه، لما سكن فيك سكن فيك. بس تذكر إنه روح الله شبهه بالحمامة الوديعة يلي هي كتير وديعة، يعني ما بيجبرك على شيء، بينزرك، بينبهك، بس ما بيجبرك. يعني لحظة ما بتعمل غلط، بتعمل غلط، ما بيمسك لك إيدك وبيصفعك عليها، ما بيمسكك بدينتك وبيشدك بالقوة، صح؟ فقال الرب لأشعياء: اخرج لملاقاة أحاز أنت وشعر يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا. لكن كيف الرب استدرك الموضوع؟ لما شاف قلب عبده، قلب الملك، راح من الخوف، ما قعد يتفرج عليه مثل ما كنت عم بحكي من شوي، انه قاعد عم بتفرج، فرجيني شو رح يطلع من امرك. يلا ما انت الملك، الجيش تحت امرك، المملكه تحت ايدك، ولو الهيكل عندك، العباده عندك، سبط اللاويين عندك، كلهم عندك، عشو خايف؟ قال له هيك، بعت ورا نبيه، بعت له كلمه مع نبي، قال له روح خبره، روح طمن له باله، أنا مش تاركه، أنا مش تاركه. ما بعت النبي يوبخه، ما بعت النبي يمسح في الأرض، ما بعت النبي يقول له كلام في دينونة. شو قال له؟ قال له لا تخف، عفوا احترز واهدأ، انتبه واهدأ. ليه؟ لأن شايفه متوتر تعبان الآن وقلق الشعب كله، يعني المملكة صارت باضطراب وخوف ورعب. الناس شو بدها تعمل؟ يمكن بلشوا يخبوا الأكل، بلشوا يدبوا المصريات، بلشوا يحضروا القفي على ظهرهم، بلشوا يحضروا الحمير والجمال تنهرب. وين بدنا نروح؟ عند مين بدنا نروح؟ وما تنسوا هني كشعب كانوا مكروهين من الأمم، طب وين بدهم يتخبوا؟ عند مين بدهم يروحوا؟ عند شعب وسنة؟ ما كل الشعب حوالين وثنيين، والرب بيقول لهم ما بتكونوا بشاركه معهم ولا علاقه معهم ولا بعباداتهم، انتوا هيدا مكانكم، هيدا موقعكم، وانت يا مؤمن هيدا مكانك اللي لازم تعيش فيه. شعب الرب، انت صرت عضو بجسد المسيح، مفروض تضل منضم بهالجسد، منخرط بهالجسد، ما تضلك عايش بعيد. ما في عضو بتقطعه بعيد عن الجسد بيضل حي، ما في. حتى سامحوني، بعد فترة إذا كان مقطوع وحاولت ترجعه ما بيرجع، مات، مات. صهره لبيي من شي سنة ونص كان عم بيقص حطب بالجبل بالصاروخ، ما انتبه. تعرفوا شو الصاروخ؟ إله قرص مبروم مثل الدولاب وقلو فراش، بيقصوا في قص صغير بدل ما يمسك منشار، أسرع له، برم الصاروخ بالغلط وقطش له أصبعه، ومنه ولد بالثمانينات، طار الأصبع فترة قصيرة، ما بعرف قدي، يعني ربع ساعة نص ساعة، رجعوا حطوا له أصبعه على أساس، وراحوا على المستشفى وحطوه وقطبوه وزبطوه، ما مشي الحال، سود. تصوروا ما انقطع فترة طويلة، سود، رجعوا اضطروا يشيلوا له اياه حتى ما يعمل غرغرينا وتروح ايده كلها. طب انت يا عضو بجسد المسيح، منين بدك تاخد حياة بعيد عن الجسد؟ منين انت بحاجة ترجع تنخرط بجسد المسيح تترجع الحياة تدب فيك؟ وقال له بدك ضل تعبان وقلقان وأسود، مسود. شو يعني مسود؟ ما فيك حياة، مش عم بضوي يسوع فيك، الأصبع سود، فرجيني إياه صار أسود، ما في حياة، هلأ عايش بدون أصبع. معقول جسد المسيح يكون ناقص؟
شو قال له رب؟ احترز واهدأ، لأنه بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. نحن منفكر إذا ضلني أبو عجقة أنا قوي أنا قبضاي، لا لا يا حبيبي روق اهدى. لاحظوا يسوع قد كانوا تلاميذه يضجوا بدهم روقوا بعد ما أجى الوقت، روقوا بعد ما أجى الوقت. هو بسلام وأمان، السفينة قايمة قاعدة راح تغرق، هو نايم حاطط مخدي ونايم. يا عم قالوا له ما بيهمك رح نغرق، قوم توترنا رح نروح فيها. قام بكل رواق، انتهر الريح وانتهر البحر، وسمعهم كم كلمتين حلوين من بعد ما هدأ الرياح تيروقوا ويطمنوا بالهم لأنه ما بيسمعوا. تعرف الرب إياك تفكر بكلمك وانت قايم الدنيا ومقعدة حواليك، خايف والآن وتعبان ومنين وكيف وليش وأيمتى، ما رح يقلك ما رح يحكيك. تعرف أنت بيحكيك لما بتروق، لما بتروق مثل ما بقول المرنم، قال سكنت نفسي نحوك كفطيم نحو أمي، مثل ولد بعده عم يرضع من أمه، عاد بحضنك هلأ أحكيني. مثل الساعة، تعرفوا الساعة، إذا شي مرة أنت ضيعت ساعة بمطرح معين وكلهم ركضوا تيفتشوا عليها، تنقول بحقلة كلها زريعة، قديه في نسبة يلاقوا الساعة؟ حقل تنقول 10,000 كيلومتر مربع، 1%، 2%. بس إذا كل واحد وقف بمطرح وسكت ولا فتح تمه ولا كلمة، شو ممكن يسمع؟ تكيت الساعة، صح؟ رواق، هدوء، تسمع صوت الساعة. بس طول ما أنت ضايج وموتر، وموتر الحواليك، وموتر الجيران، وموتر أهلك، وموتر القرايب، وموتر الشغيل، ما مخلي حدا، كيف الرب بده يكلمك يا ابني؟ حتى إذا حكيك لي رح تسمعه؟ من هيك الرب قال له احترز واهدأ، روق لا تخف. تعرفوا هذا الوعد 365 مرة اجى بالكتاب المقدس، كل يوم في وعد لك لا تخف. يعني اذا نسيت امبارح تذكر اليوم في وعد جديد طازة، كل يوم طازة مثل المن السماوي كان كل يوم ينزل طازة. لا تخف يلي تكفل بخطاياك وبذنوبك وبذنوبي وبأمراضك وبأمراضي وبماضيك الأسود وبماضي الأسود، مش قادر يتكفل بحاضرك ومستقبلك؟ أكبر مشكلة يا أحبة مش مشكلة الأكل والشرب واللبس والتياب، أكبر مشكلة كانت بالكون مشكلة الخطية يلي هي مشكلة وراثية يلي كل الناس بيورثوها. مثل ما في ناس بتورث الأمراض، تلاقي عائلة عندها نفس الأمراض، كل عائلة عندها أمراض، عندها أشكال معينة، هي مشكلة الخطية. إذا هيدي المشكلة ترك السماء تيخلصنا منها، عشو بعدك خايف؟ عشو بعدك قلقان؟ ولا يضعف قلبك، وهيدا هدف إبليس، يكون عندك قلب ضعيف مليان بالخوف والقلق والتعب. وبتعرف القلب الضعيف بيدق بسرعة كتير مضطرب، والقلب اللي بيدق بسرعة بيطلع الضغط، وإذا بيطلع ضغطك على فترة طويلة رح تطلع روحك من جسمك، مزبوط؟ ليش في ناس بيروحوا من الضغط؟ بيقلك من الضغط انفجر دماغه، فقع شرش، ضغط، ضغط الدم ما كان مفروض يكون هالقد. ليه؟ قلق وتعب، قلب ضعيف، قلب جبان، قلب خويف. أسد يهوذا ساكن فيك وبيرضى يكون عندك قلب ضعيف؟ ملك الملوك صار إلهك وعيش مثل واحد فقير شحاد ونفسية شحاد مثل هالشحادة، مليارديرية وعيش بنفسية شحادة اللي قوى ميتة بالسيارة،
حدا سمع فيها؟ صارت الناس تشك بالشحادين كلهم من وراها، ما بقى حدا يصدق شحاد. مليار وسبعمية وقدية مليون. الله بده اياك تعيش كابن ملك. يمكن تقول لي ما عندي. نفسيتك تكون ابن ملك، متكل على الهك، واثق بالهك، نفسك شبعانه، بتشوف العسل بتدوس عليه. وهيك الكتاب بيقول النفس الشبعانه تدوس العسل، لكن للنفس الجائعه شو يعني؟ يعني الاهم هالدنيا، روني من هالدنيا، شبعوني من هالدنيا، شبعوني من هالبحر. حدا بيشبع من البحر مي مالحه؟ العالم يا احب الرب شبهه بالبحر، لان مي المالحه ما بتروي، وهيدا العالم ما رح يرويك، بيسحب قلبك وشبابك وحياتك وكل اللي عندك، وبالاخر بكبك للحريق. الله بده اياك تعيش بنفسيه ابن ملك. انا الهي حي، والرب شو بيقلنا؟ ان كنت انا حي فانتم ستحيون. كل وعود انا بالكتاب دخلكم شو؟ مصايب وكوارث. صح، قال الرب، قال وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالبوا من اجل اسمه. صح، ما قالنا الطريق معبد بالورود والزهور دائما، في اضطهادات. قال الرب إلك حياة أبدية، اسمك مكتوب بسفر الحياة، مغفورة خطاياك، إلك السماء. لكن مع اضطهادات، مع ضيقات. ما ننسى نحن عايشين بخيمة، هذا الجسد اللي أنت عم بتقله الرب مسميه خيمة بالكتاب، خيمة. ما تقلي هالخيمة، رح يضل خيمة، يعني أنت منك ساكن فيه للأبد. رح يعطينا أجساد ممجدة على صورة جسد مجده بحسب شدة عمل قوته أن يخضع لنفسه كل شيء. يعني مثل الجسد اللي قام فيه من الموت، رح يعطي نفس النوعية لكل ولاده المولودين. انتبه، مش أدنى، ما رح يعطيك جسد أدنى من جسده. مين بيعملها معك؟ شفت لك شي زعيم الصباط اللي لابسه بيقبل خدامه يلبسه مثله؟ السيارة اللي عنده إياها بيقبل الحراس تبعوله يكون عنده مثله؟ بيقبل النمرة تبعيد سيارته، حاطت حق ألاف نمرة، صدقوني صغر عقل. بقولها بأسف، حدا بيشتري نمرة ب5000 وب10000 دولار لأنه كم رقم قليل يعني؟ خلوا لي اياها 100 رقم وجيبوا لي اياها ببلاش، اهلا وسهلا، شو فرقاني معي يعني؟ لشو؟ لشو؟ ما بيقبل رقم سيارته يكون على رقم واحد من شغيلته. صح، لكن يسوع هل هو هيك؟ قال متى جلست انا؟ قال على عرش ابي رح تجلسوا انتوا كمان معي. ورح اخبركم شيء، كتار شافوها وأعلنت بعدين لكتار، الرب فرجيهن عروش لإلون مع نفس عرش يسوع. يعني عرش يسوع منه لحاله من فريد، العروش متواصلة معه وأسامي مكتوبة بالذهب. فرجيهن إياها، قال لك وين الكرسي تبعيتك؟ اسمك مكتوب عليها مع نفس العرش، نفس الروح. يعني مش معناتها يعني ان احنا صرنا ند للند معه، لكن كل شيء لإله قال انا رح اعطيكم اياه، كل شيء وردته من بيي رح اوردكم اياه. عن جد عقلنا شو صغير، اذا اعطانا ذاته رح يبخل علينا باشياء خلقها؟ ايش نحن وين وهو وين؟ بقول عن الاب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله على الصليب لأجلنا أجمعين. قال كيف يا قليلي الإيمان يا أغبياء كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ما هيدا شيء رح يوهبك كل شيء. كيف قال ما بيعطيك كل شيء؟ لك إذا عطاك ابنه، ليه هالأشياء أغلى من ابنه؟ أهم من ابنه؟ أتمن من ابنه؟
انت ابنك كل شيء بتملكه أثمن من ابنك؟ سيارتك، بيتك، ثروتك، هل هني أثمن من ابنك؟ بتكون غبي زي اذا انت شايفه هيك ان انت مضروب. مش عم بمزح. اذا انت شايف ممتلكاتك أثمن من ولدك، انت فيك شيء براسك صاير معك، بدك شفاء، بدك تحرير. صدقوني في اعز من الولد. الكتاب بيقول عن الله قال ابنه الوحيد، ابنه الوحيد، الاقنوم الثاني بالثالوث، قال بذلوا لاجلنا اجمعين. ما حرم ولا واحد من هالتضحيه، كلنا مع ان قبلتها ونرفضتها. وخليني اقول لك اكثر من هيك وراح انهيها، ما راح طول. فوت على الانترنت يلي بيسمعني لاول مره، فتش عن خليه اسمها اللامينين، اللامينين، وشوف كيف صليبه خاتمك فيه. وهالخليه اللي اسمها اللامينين هي اللي مخليتك انسان عم تمشي وحي وبتتحرك، وهي اللي مخلي جسدك متواصل ببعضه كله. تقراها بكولوسي، من هو المسيح، كيف قال مربط الجسد ببعضه يسوع، ورح تشوف على حقيقتها بشكل مصلوب. وجسمك مليان منا، يعني تصوروا ديانات العالم، طوايف العالم، مذاهب العالم، كلها هالخليه موجوده فيها، وهني ناكرينا، ناكرين الصليب، ناكرين انه خلاصهم فيه. تصوروا هالاله الحكيم يلي ما في احكم منه، المخلص اللي بيفتش بيلاقيه، اللي ما بيفتش ما بيلاقيه. من هيك الرب بالاخر شو بيقول له لاحظ؟ قال له اطلب لنفسك ايه، اطلب، عمق طلبك او رفعه. انا ليلى بدي لك نفس الشيء، بدك تقول لي طيب انا مشوش وتعبان ومش عارف شو بدي اعمل وكل شيء مش مزبوط معي، اطلب لنفسك ايه. بس هالايه بدي انصحك تطلبها، ان يعلن المسيح في حياتك، ان يعلن المسيح لك اذا بعدك غير مخلص، اذا بعد ما اختبرت الخلاص، قل له بدي اعرفك. تعرفوا الشعب اليهودي هلا يلي عم يعرفوا انه المسيح اللي اجا هو المسيح، للموت عم بيعيشوا له، للموت، لانه هلا مش امنين هيدا هو المسيح، بس اللي عم يعلن لهم انه هيدا هو المسيح، هاليلويا، عم بيجنوا وبينقهروا كيف شعب بعده اعمى مش قاشع. فالليل قال له يا رب انا بدي اعرفك بعمق، هالطلب اللي بدي اعمقه اني اعرفك بعمق، بدي اعرفك معرفه شخصيه. واذا انت اختبرت يسوع، قال له بدي اعيش العمق معك، ما بدي ارضى بماء للكعبين ولا الركبتين ولا الحقوين، بدي نهر سباحه لا يعبر، بدي اعيش معك بالعمق، بدي اشوف كيف بتتدخل بحياتي، بدي اشوف كيف انت حي بحياتي، كيف انت قادر تنقذني من محاربي ومن اعدائي. وهيك الرب عمل، وهيك عمل مع أحاز، قال له ما رح يقدروا يعملوا معك شيء. وحتى مملكة إسرائيل قال له بعد 65 سنة رح تاكل تقديبة من كعب الدست، إذا بتتذكر شو هي، السبي، انسبت. راجع نفسك الليلة، هل أنت في المسيح؟ عمق حياتك معه، قل له بدي العمق معك يا رب. إذا بعد ما عرفته، قل له بدي أعرفك معرفة شخصية، بدي أختبر خلاصك. هو بيعرف كيف بيتعامل معك، بس كون متاح، افتح له قلبك، قل له أنا مستعد يا رب. أمين. ربي يبارككم يا أحبة. هاليلويا. شيء كتير حقيقي هيدا اللي هلا سمعناه، لحتى نقدر نعرف ونقدر نعيش اللي كان عم يحكيه خينا بسام، هيدا من خلال شيء واحد
علاقتي بالكلمة بالكتاب المقدس، تعرف هو شو بده مني، وأعرف أنا أفهم هيدا الإله وأعرف هيدا الإله من خلال كلمته. عيش مع كلمته كل يوم. ما في شيء هيك بصلي بالهوى، في شيء حقيقي هي كلمة الله. رب عطانا إياها هي كلمته لحتى أنا أقدر أسلك مثل ما هو بده، وتعرف أعرفه مثل ما قال بالعمق وبالطول. أمين. خلينا هيك نقاف نرفع إيدينا ونقول له يا رب، إذا بعد ولا مرة ولا مرة أول مرة بتسمعوا هيدا الكلام بهيدا المكان، يسوع بحبكم، يسوع بحبنا، يسوع بحبك، يسوع بحبك. إذا بعد ولا مرة، هي أول مرة بتسمع، أول مرة بتسمع، بدي أقلكم شغلة. عرفوا أنه إذا أنت لحالك كنت على هيدي الأرض، أو أنت لحالك كنت على هيدي الأرض، كان رح يعمل الرب هيدا العمل، عمل الصليب، لأنه هالقد بشوفنا منستاهل البي السماوي. أرسل ابنه الوحيد كرمال أنا وأنتو ما نموت، أرسل ابنه يموت بالوقت اللي أنا وأنتو كان لازم نموت، أرسل ابنه الوحيد مات بدلنا نحن، وقام من الموت لحتى نحن نعيش. أمين. إذا ولا مريم صلى وقيل له ليسوع، يا رب أنا بدي الشي اللي سمعته اليوم، بدي تكمش حياتي، تلقط حياتي، بدي أعطيك حياتي. يا ريت هيك كلنا منغمض عيوننا ومنرفع إيدينا بليز بدون استثناء، وتقولوا وراي هيدا الكلام. يسوع أنا أول مرة بسمع، يمكن أنت كتير سامع وعاطي حياتك، قل له يا رب اليوم أنا من جديد بدي أعطيك قلبي، وبدي تملك على قلبي بالكامل، بدي أعطيك الحق أنك تدخل وتعمل عملك بقلبي، بدي أستسلم بين إيديك يا رب، بدي سلمك مركب حياتي وقتك أنت تقود، بدي سلمك مفتاح قلبي وكب هيدا المفتاح بين إيديك. بدي أقلك يا رب، فتشت كتير ورحت كتير وجيت كتير، واليوم سمعت عنك. صدق الرب اليوم، صدقي هو كتير حقيقي، وهو أقرب منك من نفسك ومن نفسك، وعم بيمشي وهو واقف حدك هلأ، واقف حدك، وقادر هلأ يحكيك ويحكيك مثل ما قال بسام، إذا منهدى. يا رب بدي أشكك على أحبائك الموجودين هون، وبدي صلي يا رب لقلوب متواضعة كفاية تتقبل خلاصك، قلوب بدها تتغير وبدها تعيش الملء معك. شكرا حبيبي يا رب لكل شخص موجود هون، صلي يا رب أنك تزور كل شخص عم بيسمعنا اليوم بروح القدس، تغير، تشفي، تحرر وتخلص باسم يسوع. نعطيك المجد لك وحدك، ومنسلمك كامل حياتنا باسم يسوع. منصلي نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة روح القدس تكون معنا إلى أن يعود الرب على سحاب المجد. الله يبارككم يا أحبة، منشوفكم إذا الله راد نهار الأحد. اذهبوا بسلام.